الامور ما تعالج بهذه الطريقه. الله يهديكم. ما سمعت ليش يقول؟ ما تسمعه؟ انا قلت لك روح اضرب الناس. انا عجب لا يمكن اشوف الغلط واسكت عنه. سمعت؟ وايش الفائده عاد ما دام الناس يطلعون بكفالك اليوم المركز؟ عم ثابت خالي ارجوكم، احنا في الشارع مش كله انت خلص. لا ما خلص، هذا اللي يقول انا معك بالخير والشر والحين يتبرى مني. ما عليه نروح البيت ونعالجه. نروح البيت ونعالجه. انا ما بروح البيت، انا بروح اشتغل بدل ما اضيع وقتي في الفراغ. ايه ما انا مضيع وقتك، انت اللي مضيع وقتك مشاكلك مع الناس. تشعل النار وتصيح بالحريجه للملبق. وينك انت؟ ايش باقي انت بعد؟ ايش باقي؟ باقي اذكرك قبل لا تنسى ان ترى باكر موعد الدراي. زين بقيك روح مقبلت الحين. ما تشوف المعصب؟ ابوي بروح اشوفك معصب، لكن ها الله يخليك انك باكر تجي. تراني خسرت ارجوك. قلت لك روح عني. روح اقول لك روح. والله العظيم الله يلعنك يا ابليس اللعين. ما كنت اتوقع انك انت والخال تختلفوا. هذا خالك بعد الله يهديه ما يعرف ايش يقول احيانا. ما عليك اوصلك مكان. اباك توصلني سوق اشتري تلفزيون، هذا اللي يطلع كل محطاته. دش ما دش وحدي ما اعرف. انا ابغى اجلس البيت عشان اتسلى بدل ما اطلع مع خالك وسوي لي هذه المشاكل كلها. والله طبعا. انا يا زهرة احس اني بهذا الطلب اكلف عريش. يا خالتي قولي ولا تترددي، وان شاء الله اذا انا اقدر بخدمش من عيوني. تسلم عيونش ان شاء الله يا زهرة، والله يخليش حال شبابش. انا يا زهرة كما تعرفي يعني اليوم جايني نحريم، وتعرفي جايني اشتغل بيوري، وتقريبا يعني الموعد فات،
وانت يا زهرة تعرفي يعني انا كم يوم ما اشتغلت يعني، والشغل تراكم علي، فانا عاد ظهر اني بتأخر في التسليم. خالتي انا بعدني ما فاهمه. انا يا زهرة انا وابوش متفقين بتسليم الثياب، والله اعلم ما اعرف اني اقدر اسلمه في الموعد. انزين وانا ايش اقدر اسوي؟ انتي تعرفي يا خالتي اني انا ما اعرف اخيط. لا يا بنتي، ان كان على الخياطه خليها علي، انا الخياطه انا ما ابغاك انتي تخيطي، بس انا اقول يعني لو تكلمي ابوش انه يوافق انه ياجل التسليم لمده اسبوع بس. هذا بس؟ وابوي وهذا تشوفي شويه. انا اقول ان اسبوع واحد ما في فرق، يعني ماشي اي مشكله. هذا تفكيرش انت يا زهرة يا بنتي، لكن الله اعلم تفكير ابوش كيف يكون. يا خالتي ولا يهمش، انا بخبر ابوي في اقرب فرصة ممكنة، ويمكن اليوم بعد. الله يسلمك ويعافيش ان شاء الله يا زهرة. عقب ما قلتي لي هين بدر؟ بدر رايح تابع خاله، والعم ثابت في المركز. المركز؟ مالهم؟ كنتي ما عرفتي؟ كنت وقصة تقولي لي ان الحريم ردن؟ خير ان شاء الله، ايش اللي صار؟ طبعا موافق، هو انا اقدر ارفض طلب لزهرة؟ الله يخليك حالنا يا ابوي. ها بدر، ايش اخبار الشغل معاك في الشركة؟ الحمد لله زين. انا قريت اعلان شركتكم هذه، بصراحة ما عجبني. وليش ما عجبك؟ بالعكس الاعلان مشجع ويتيح فرصة عشان الشباب يشتغلوا. لا تنسى ان الخبرة لها دور. ما في شاب عنده خبرة 5 سنوات وهو ما مشتغل، وانا قصدت هذا عشان يتقدموا ويشتغلوا. وعينت حد منهم؟ للحين لا، لكن اشوف كم واحد منهم جيدين. وانتو يعني ما عندكم سالفة غير سالفة الشغل هذه؟ عذريني يا بنتي، بغيت اعرف زوجك كيف يشتغل. انزين ممكن اطلب منكم طلب تغيروا هذه السالفه؟ بنغيره ان شاء الله، بنغير الموضوع هذا. بس بغيت بدر موضوع شويه. اسمعني يا بدر، لا تتسرع في عمليه التغيير هذه، وركز على الخبره في المتقدمين. انا ما انكر ان الخبره مهمه، لكن الخبره تجي بالممارسه واتاحه الفرصه لاثبات الوجود. زين، الفرع الرئيسي للشركة موافق على أفكارك هذه؟ في تفاهم لا بأس فيه، وأنا أحاول لإقناعهم تماما. رديت لهذه السالفة مرة ثانية. المهم أبوي لا تنسى الموضوع اللي خبرتك عليه، ترى مهما كان هذه خالتي أصيلة. لا يهمك يا بنتي، ما يهمك طالما أنت اللي طلبتي. ها بدر، ما تطلب شيء أنت الثاني بعد؟ لا شكرا، يلا نروح. زهرة بغيتك في سالفة شوية. ما انت اليوم يا العم ابو الخير؟ والله ما بعرف مين انا اليوم ولا بكره بكون من. اشوفك واصل حدك. اذا السالفه ما سالفه انك جاي تطمن علي، اكيد مساله فيها شيء. يلا قول. اسالك غريب، انا صاحب مشاكل؟ عفوا عم ابو الخير، انا ما قصدت هالكلام. وانا بعد ما قصدتك انت بكلامي، أنا أقصد غيرك وأقصد نفسي اللي كل يوم في مشكلة. بالعكس يا عم أبو الخير، أنت طول عمرك حلال المشاكل. بتجاملني غريب؟ هي هذه الحقيقة يا عم، أنت أبو الخير اللي طول الوقت يسعى للخير. أحيانا أقول بيني وبين نفسي لازم أرجع لمكاني لزماني. هذا هو المكان، مكانك يا عم. بس الزمان ما زماني،
يمكن هاي الأشياء اللي تشوفونها تصير قدامكم عندكم عادية، لكن أشوف أنا لا وغصب عني. وأنت ليش تريد ترجع يا عمي؟ تعبت ولا فشلت؟ إيش هذا السؤال يا غريب؟ إذا كنت تريد ترجع لأنك تعبت فهذا شيء من حقك، لكن إذا كنت حسيت أنك فشلت فأنا أقول يا ريتك ما جيت. ليش؟ كان على الأقل ما بكون أنا على هذا الحال اللي أنا الحين سعيد فيه. إذا كانت سالفة يا عمي سالفة أكل وشرب ونوم هذه الأشياء مقدور عليها، لكن يا عمي أنت صحيت فيه الإنسان، الإنسان اللي لازم يشتغل ويكد ويجتهد ويكون نفسه. ليش الحين تريدني أرجع؟ ليش تريدني أرجع يا عمي وأكون مثل الأول؟ ليش؟ وأنا أتمنى لك كل الخير وأنت الحين الحمد لله بخير. أنا يا عمي ما قصدت نفسي، أنا أقصد كل شاب يمر في مثل ظروفي، قريب عن نفسه وما يدري إيش يسوي. يا عمو بالخير وين ما بتكون أنت بيكون في حد محتاج لك، محتاج لأبو الخير الإنسان. يا سلام يا سلام، إيش هذا الاختراع العجيب؟ سبحان الله، يخليك تشوف الدنيا لما تضغط على رقم من هذه الأرقام. إذا بغيت رقم واحد هذا المسلسل العربي، إذا بغيت تغير حط على رقم اثنين. لا لا أنسى رقمك يا دو جونجا جاسي أزعطو دفعات مشكلة سر أتشاهي با أتشاهي، هذه أفلام المآسي والحزن. من اليوم ينفرت الحين يا ثابت عاد جرب حظك واضغط على رقم خمسة. إيش هذا رياضة؟ أنا رياضة ما أحبه. الحين أضغط على رقم تسعة. يا سلام، هذه المحطة تخلي الإنسان يرتاح نفسيا. سبحان الله سبحان الله، الجهاز هذي بيفتك لعالم كله. الحين أرجع إلى المحطة الأولى وأشوف المسلسل العربي وأتابعه، لأن بحقيقة متابعينه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. غاب عليك زعلان؟ لا ما زعلان ما زعلان، تعال تعال شوف تعال شوف تعال شوف. الوقت متأخر ما تريد تنام. بعد شوي بعد شوي. تعال شوف الدنيا تعال منظر تعال. زين أنا بروح أنام عندك. لا تنسى بكرة تراي. الماي؟ الماي في الثلاجة. بالله. انت مالك ومال السهر، مالك ومال السهر. ثابت روح ثابت، افتح عيونك الملبك، افتح عيونك. ماشي الملبك معطل شويه، شوف معطل. ثابت ثابت. فنان فنان يا سلام. اي فنان واي مطرب، قوم يا رجال قوم. شو الحكي؟ نعم؟ ما تديله يا أخي ما تديله الله. ما شقام يخرف ثابت. أساعد؟ أساعد؟ يؤمن الله ثقيل ثقيل. أوكي يش يش أوكي يش أوكي. يا مخرف على جميع الموجات. لا حول ولا قوة إلا بالله.
ايش البلية هذه؟ ايش البلية؟ ابوي بخليه ينام. هذا جوعان نوم، هذا جوعان نوم. روح الشغل ابوي. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يلا يلا ابوي توكلنا. أرجان أرجان ربيع وصل؟ لا والله بعد ما وصل. هذا إيش عنده؟ كل ما سألنا متأخر. الحقيقة ما أدري، هذا صار له كم يوم متأخر عن الدوام. غريبة، ربيع عمره ما كان كذي. في شيء ثاني صار بدر؟ لا شكرا. أهلا مدام زهرة. أهلا عزيزة. ها خير؟ جاي أشوفك. إذا عندك شيء يلا قولي. خالك أبو الخير. إيش فيه؟ البارحة أبوي قال لي ما أدري، الظاهر خالك مثل عادته سبب له إزعاج. إذا هذه السالفة اللي كان يريدك علشانها البارحة. أبوي يقول إن خالك يتدخل في أموره وهذا شيء ما يرضي. وإنت إيش رأيك؟ رأيي في إيش؟ في كلام أبوك؟ بدر بصراحة ما تنكر، أنت تعرف خالك زين، يتدخل في أمور ما تخصه. وأنت ما تنكري إنه ما يتدخل إلا إذا شاف الغلط. يعني إيش؟ يعني بدل لا أبوك يطلب منك تكلميني ويشتكي خالي، المفروض تكلمي أبوك وتقولي له إنه اللي يسويه مفروض ما يسويه. أرجوك بدر، أنت تعرف أبوي سعد زين؟ ما يغلط؟ بدون نرفزة. على ابنك. هي يا الخال، وين ما تروح مرفوض. انت ايش تريد تقول بالضبط؟ يا ام فريد يا ام فريد، تأخير يوم معناه تأجيل ربح. يعني لو كان المبلغ 100 ريال على أسبوع نحطه مثلا في بنك، نستثمره في مشروع ثاني، أيكون أيكون مبلغ لا بأس به. بس أنت قلت حال زهرة أنك موافق. وأنا قلت أني ما موافق الله يهديش. بس عقب مو معناته كلامك هذا. أقولش كلامي معناه اني بأجل استلام الشغل. انا حاضر من عيوني يا ام فريد، لكن النسبة في التأخير تنخصم من المبلغ المتبقيلش. يلا انك طمع وما تشبع يا سعد. ارجوش يا ام فريد ارجوش، انا الحين في بيتش. انزين ليش ما رديت وقلت حال زهرة انك ما موافق على التأخير؟ انا ما اقبل ارفض لها طلب وما أقدر أزعلها. يعني لو زهرة سمعت كلامك هذا بترضى يعني؟ ما بتقولي لها يا أم فريد. التجارة حسبة حسبة، وما حد يريد يخسر نفسه. يعني ريال مع ريال يساوي ريالين مع الفايدة. أنا كذاك أحسبها. ها إيش قلتي؟ وين يا صاحبك؟ كيف بعد ما وصل؟ فات الموعد ولد الحلال وبعد ما وصل للحين. معقوله لحد الحين نايم؟ بدت المباراه. هذا ابو بعير، شوف وين دبول، شوف وين دبول. ابو بابو، شوف 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 شوف. لا اله الا الله، كيف سوى الحركه؟ ابو اطلع اطلع اطلع. هي وين دبول؟ اطلع الحلبه، بابا اطلع الحلبه. شوف مساكين مضروب. شوف هاي، شوف هذا ابو عضلات، ذا هذا الاسمر، الله اكبر عليه. هي 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 يلا شيء. ايه ها ايه، تجنيت تجنيت. اصبر شويه اصبر شويه اصبر شويه.
ايش اصبر شويه؟ ما يمكن ضيعت مع التراي؟ ها علي ابوي ما علي بخليهم ضايق قدتني مره ثانيه. يا بني ادم انت ايش جاك؟ 24 ساعه قدام التلفزيون من محطه لمحطه. خلي 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 ابو يا ابو الخير هذا الدش العجيب جلس وتمضى واستريح. ايش استريح واشوف؟ معقول تروح شغلك تجي قدام هالدش هذا؟ مو شوي ناخذ خلنا نشوف له. ما اخوز. هات هذا اللي بيدك واسمعني زين. ابو الخير مالك انت جنيت ولا ايش انت؟ انا جنيت ولا انت؟ هات الجهاز هات. ما اعطيك الجهاز. يلا قوم شوف شغلك يلا. قلنا لك انا ابغى اشوف هات الجهاز. ما اعطيك. اسمع انت تو انت مالك الله يهديك. تو انا ابغى اسالك هذا الجهاز حال من؟ حالك. وهذا الدش حال من؟ حالك. عقب هات الجهاز. خذ يا ثابت. خذ. والله يشفيك. الله مجنون ده مجنون ما في مخ. يلا عاش. هي. وابو وابو وابو. شوف 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 شوف. الله اكبر. اقول من اقوياء الاخير الى اقوياء. الله اكبر. بدر انا اسف على التاخير. خذتني نومه. نومه؟ ربيع هذه حجه الكساله وانا ما اذكرك منهم. لا طبعا انا ما منهم. مستر ترى ايش؟ البارحه كنت سهران على محطه في الدش. ربيع؟ نعم. انصحك تترك الدش هذا اللي تقول عليه. كانك تقول لا تتابع احداث العالم. يا سلام. يعني حضرتك امس كنت تتابع احداث العالم؟ يا ربيع الدش سلاح ذو حدين حق اللي يسيء استخدامه. بس بدر هذا تقدم واحنا لازم نجاري. نجاري بتخلف ومشاهده غير عاديه هذا غلط. بس انت لو تاخذ لك واحد كان تعرف الكلام اللي اقوله. انا لو اخذت لي واحد ما بخلي يهدد مستقبلي. افهم من كلامك يعني. افهم من كلامي اللي تريد تفهمه. الالتزام مطلوب والتاخير مرفوض. انا اسف مره ثانيه موعدك اني ما بكررها. بتوفي بوعدك اذا بطلت عنك مشاهده دش في اوقات متاخره. عفوا هذه المسألة أنا اللي أقررها. أنت اللي يهمك أني أوصل في موعدي. أيوة توصل في موعدك. ألو. أيوة عزيز. من؟ مهندس سامي. زين دخلي بعد شوي. شكرا. أي خدمة ثانية؟ لا بس رجاء. حاضر. انت كيف تنشر التحقيق بعد تغيير المقدمه اللي انا كتبتها؟ انا مسؤول اني انشر المناسب. بس حق من حقوقي ان تغيير يتم لغاية. انا اعطيتك الفرصه وانت ركبت راسك وعاندت. بعد ما اعتمد تحقيقك في انه ينشر تجي انت وتتاخر. بعدين فريد التحقيق بالشكل اللي خرج عليه كان جيد. انا شخصيا تلقيت عده مكالمات من قراء اعجبوا بالتحقيق وهذا بحد ذاته نجاح. بس انا ما حاسب هذا النجاح. كل هذا عشان مقدمه تغيرت فيها بعض الكلمات. يا فريد لما تتقرب من الناس وتناقش قضاياهم لازم تتقرب منهم حتى في أسلوب كتابتك. لازم يفهموك بقدر فهمك للمشكلة. ألو؟ أيوة نعم. موجود. تفضل. ليانة؟ ألو نعم. نعم فريد يتكلم. اهلا فيك. ها الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. اشكرك جدا. ان شاء الله ان شاء الله. طيب مع السلامه. مع الف سلامه. ها اكيد حد يبارك لك على التحقيق. هذا هو النجاح يا فريد. يلا شد حيلك أنا في انتظار تحقيقك الثاني. أنا سعيد بقرارك هذا يا مهندس سامي. وأنا ما أنكر دورك في موافقتي. بالأكيد أنت في قرارك نفسك مؤمن بالعمل في هذا القطاع بدل انتظار الوظيفة. كلامك صحيح. خير؟ بغيت تقول شيء؟ في الحقيقة إلي زميل خريج من نفس دفعتي طالب يتوظف في الشركة. طيب لو جبت معاك؟ أنا ما أعرف كيف أشكرك يا أستاذ بدر. لا تنسى يا سامي انك في فترة اختبار وعلى قدر جهودك وعلى قدر افكارك بتكون لك رصيد معانا. يا اخي واعتبر الشركة ايضا في اختبار واذا ما عجبتك بامكانك تعتذر.
يا ريتني ما تأخرت عليه، يا ريتني ما تأخرت عليه، ضاعت عليه الفرصة. الله يخلي النوم. إنزين انتهي وامتوني نايم، ليش ما تصحيني ليش؟ تراني حاولت، حاولت أشمك وأقربك وأسحبك وأنت ماشي تعبان ومستوي مثل الطرزان، كل حين وتسوي أبوي هذا كلنا هالدشاي اللي تشوفه طول الليل أنت. تعرف كم خسرت؟ والله خسرت 500 ريال فايدة. نعم يا أبو الخير. ما عليه، بتعوض هالليلة قدام الدش. بعدك تزيدني، بعدك تزيدني؟ يا ثابت، مالك ومال السهر، مالك ومال السهر، روح بعافيتك وشوف مصالحك. والله العظيم بعد هذا اليوم ما بسهر بتاتا. زين بنشوف يا أبو دش. الله إن شاء الله يفرحك دوم يا ولدي. النجاح ما أطعمه وما أشهاه، ما أكثر تياراته على النفس وخوالجها، وكأنه يعتصر ساعات الليل في كوب النهار. أنت بعدك على هذه الحالة؟ ياما. أقول فريد، هذا بغيت أسألك يا ولدي، إيش الرش؟ ها؟ الرش؟ هي هو هذا أبوي يطلع في التلفزيون كل التلفزيونات مرة واحدة. ها تقصدين الدش؟ إيه هو هو هو. هذا يا أمي جهاز يعتبر أحد تحديات التقدم التكنولوجي. هذا إجبار، هيمنة على عقول الكسالى، انتصار لمعنى كلمة الانتصار نفسها. لا والله. فلم فلم ممتاز. انت يا انسان ما قال ما تسرب دم هذا البلية؟ وبعدين يا اخي راعي عيني انا، صدعني ما قادر انام. اشوف هذا منهم بس. اي ومن يخلص بتشوف محطة ثانية وبتتابع. تعال تجلس، تعال شوف لك، تعال شوف. لا مشكور، احسنت. راح اخذ لك قلاص ماي بارد وارجع انام. والله ما يروح معهم. نعم ما يروح معهم. انت ابوي ارحم نفسك انت، شوف عيونك كيف انت في خاطرك. معقولة؟ أنا يتخصم علي 4 أيام؟ أريد أدخل. يا ليت تكتب شوي أخ ربيع. أقول لك مخصوم علي تقول لي انتظر؟ الأستاذ بدر عند المهندس سامي، وعنده شخص ثاني بعد. زين، أنت تعرفين عن موضوع الخصم؟ إي نعم. بعدها تقولي نعم بعد؟ زين ليش ما خبرتيني قبل أكمل إجراءات الخصم؟ أولاً ما المفروض أتكلم في مثل هذه المواضيع. ثانياً هذا أنت عرفت خلاص. بعد إيش؟ بعد ما خصمت عليه؟ ما علفت نظر، ولا أنت نسيت تكمل قراءة الرسالة؟ لا والله كملت. ما ظنيت بدر يتخذ معي هالأسلوب. يا أخ ربيع، إذا كان الأستاذ بدر صديقك فلا تنسى أنه هو المدير في هذه الشركة ويهم مصلحتها. الحين أبي أعرف أنا ليش خاصمين علي 4 أيام وأنا ما غايب ولا يوم؟ لا تنسى أنك في اليوم تتأخر تقريباً 3 ساعات. اجمع هذه 3 ساعات في الشهر وقسمها على عدد ساعات الدوام. انا قلت ما تشوف يعني ما تشوف، وانا قلت اشوف يعني اشوف. هذا شيء مو مصلحتك انا، ولازم امنعك. انا حر وكل واحد حر مصلحته. انا ما بخليك طول الليل على هالحاله، ما خليك. هات الجهاز. اسمع يا ابو الخير، الجهاز جهازي، والدش دشي، والتلفزيون تلفزيوني، والبيت بيتي، وانا حر وانت ما يخصك. يا ثابت صدقني يا ابو الخير، والله انا ما اقصد انت زعلت. الجهاز جاء
جهازك وهذا البلية مالك والبيت بيتك وانت واخوي ارتاح واستريح بدون ما حد يزعجك. ابو الخير يا ترى هل يا ترى بيستمر ابو الخير بيستمر ابو الخير يصلح اغلاط الورى بيستمر ابو الخير بيستمر ابو الخير يا ترى هل يا ترى بيستمر ابو الخير بيستمر ابو الخير يصلح اغلاط الورى بيستمر ابو الخير صاحبو ملبك أمره غريب ما يندري بكرة يشوف معكم نطوف بكرة يشوف معكم نطوف في جولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الخير في جولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الخير بكرة يشوف معكم نطوف بكرة يشوف معكم نطوف بالخير.